بكم واستمسكوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، موضوعنا في هذه الدقائق المباركات تحت عنوان كيف نقضي على الهموم. كيف نقضي على الهموم؟ ومن هذا الذي يعيش في دنيانا وليست له هموم؟ لكن شتان بين هم وهم، شتان بين هم إنسان من الصالحين يقول أنا إن لم أحرز الشرف وأحيا في طاعة الله عز وجل وأجتهد في مرضاته فلا طرفت لي عين ولا سعت لي قدم، وبين آخر همه أن يأكل ويشرب ويتزوج، همه في الغالب كهموم الدواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، ما أجمل أن يحيا الإنسان في هذه الحياة وهو منشرح الصدر، هادئ البال، مرتاح القلب. يا لها من نعمة لا يجدها أكثر الناس في هذا الزمان، إنها الغنيمة المفقودة، راحة البال، انشراح الصدر، هدوء القلب، وهي الصفة البارزة في معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ الصفة البارزة في النبي صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، الرضا، التفاؤل، فهو ميسر غير معسر، فهو مبشر وليس بمنفر، البسمة على محياه، الثقة يملأ قلبه في الله عز وجل، لا يعرف اليأس ولا الإحباط ولا القنوط ولا المشاكل النفسية من هم وقلق وضيق، هذه المشكلات لا يعرفها، البسمة دائما وأبدا على محياه، والرضا في خلده في قلبه، واليسر في شريعته، والوسطية في سنته، والسعادة كل السعادة في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم. إن أكثر الناس في هذا الزمان يشتكون من القلق والخوف من المستقبل والأمراض النفسية الكثيرة، إن مئات الألوف من بني آدم بل آحاد الملايين يعيشون بحبوب مهدئة وحبوب منومة. نحن في زمان فعلا انتشرت فيه الأمراض النفسية، الإجهاد العصبي، الانهيار العصبي، الصدمات النفسية التي قد توصل أحيانا إلى الجنون عياذا بالله عز وجل، القلق، الخوف، الهم من المستقبل وما يخبئه لنا، أمراض كثيرة قد تتحول من أمراض تصيب النفس إلى أمراض تصيب البدن. السكر سببه إيه؟ الجلطة سببها إيه؟ الشلل، الضغط، كل هذه أمراض كثيرة جدا سببها الأصيل نفسي، والكل يشتكي من انقباض في القلب وانقباض في الصدر،
حتى لكأنهم يتنفسون من سم الخياط. كل ما تكلم واحد يقولك سيبني أنا مخنوق. بص بقى هي وصلت هنا، أنا مخنوق. احنا عايشين في زمان المخانيق، سبحان الله العظيم. أجدادنا كانت حياتهم أبسط وكانوا أسعد، ونحن في عصر الأزرة. المرأة تطبخ بزر، تغسل بزر، الماء الساخن والبارد يأتيها بضغطة زر. أجدادنا كانت في حياتهم ألوان كثيرة من المعاناة والمشقات. إذا أرادت المرأة أن تطبخ طعاما لأولادها، ذهب الرجل فجمع الحطب وأوقدت الموقد الفرن. مسألة شقة. النهاردة بزر، زر البوتاجاز وإشعال ذاتي كمان، النار تيجي تضغط على زر الغرفة تنور، تضغط على زر ينزل الماء البارد مرة والماء الساخن أخرى. ومع ذلك يا أخي، مع كثرة الرفاهية، إلا أن أجدادنا فعلا كانوا أسعد منا، وكانت في حياتهم هناءة وسرور وحبور واغتباط وفرح أكثر منا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما السبب؟ كيف نقضي على هذه الهموم؟ الحقيقة يا أخوانا أن هذه الدنيا طبيعتها الكدر والهم والغم. الدنيا فعلا دار الأدواء والشدة والضنك، خلقها الله هكذا وجبلها على هذا، كما قال الشاعر في شأن الدنيا: جبلت على كدر. هي مخلوقة كده، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الآفات والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هي الدنيا طبيعتها كده، الدنيا إذا ما أضحكت أبكت كثيرا، إذا ما أينعت، إذا ما أينعت نعت، إذا ما حلت أو حلت، إذا ما كست أو كست. الدنيا إذا أقبلت على الفتى باض الحمام على الوتد. ممكن حمامة تبيض على الوتد؟ هذا مجازا، من باب المبالغة. الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. لو واحد ملوش لازمة أصلا، ما يسواش ثلاثة تعريفها، ويتكلم هنا وهناك ويرفع ويخفض. الدنيا هذا طبعها، إذا ما أضحكت أبكت كثيرا، تبا لها من داري. إنها الدنيا يا عباد الله دار البلاء والكدر والكبد، كما قال رب العالمين: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه دار الكبد، المشقة، التعب، كما قال رب العالمين: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هذه دار البلاء، هذه دار الفتنة، كما قال رب العالمين: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه حقيقة الدنيا يا عباد الله، الدنيا فعلا سجن المؤمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكل واحد من بني آدم عند موته إما أن يخرج من حبس أو يخرج إلى حبس، إما أن يخرج من سجن أو يخرج إلى سجن. المؤمن الموت بالنسبة له تحفة، هدية. اللهم أحسن ختامنا يا رب. بالموت ينطلق المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين.
أما الفاجر والكافر فإنه يخرج من الدنيا إلى ما لا عين رأته من الهوان والخزي والعذاب عياذا بالله تعالى. أهل العلم كانوا عارفين حقيقة الدنيا، عشان كده كانوا في راحة. أحمد بن حنبل قالت له أمه يوما: متى تستريح؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة، لما أحط رجلي في الجنة أستريح. عمر بن عبد العزيز قالت له زوجته فاطمة يوما: ألا تتفرغ لنا؟ قال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، ولا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى، يعني في الجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا لما نزل به الموت بكت ابنته فاطمة وقالت: وكرب عليك أبتاه. حافظين قال لها إيه؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. أصل الدنيا دي دار الكرب، بموت الصالحين ينقطع عنهم الكرب. لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. إذن لابد أن نعرف حقيقة الدنيا، ما دمنا في هذه الدار فلن تخلو القلوب أبدا من بعض المكدرات، من بعض المنغصات، حتى لو عشنا في القصور، حتى لو تزوجنا من أجمل النساء، حتى لو كان أولادنا في قمة البر، ما دمنا في هذه الدنيا فلا بد أن تنشغل القلوب أحيانا ببعض المكدرات، ببعض المنغصات. ووالله لو لم تحمل قلوبنا من الهموم والغموم إلا في شأن التفكر في الخاتمة لكفى بهذا الهم هم. لو ما عندناش أي هم في الدنيا غير إن احنا بنفكر هنموت على إيه، هنموت إزاي، هنموت على طاعة ولا على معصية، هيختم لنا بالخير بفضل الله ولا بالشر بسبب ذنوبنا. لو لم يكن في قلوبنا من الهموم إلا هم التفكر في الخواتيم، هم التفكر في الموت وسكراته، وفي القبر وضماته، وفي الحشر وزحمته، وفي الحساب والعرض والصراط، لكفانا من الهموم هذه الهموم. هذه دنيانا التي نعيشها يا عباد الله دار البلاء، دار الكدر، دار الفتنة، دار المنغصات، سجن المؤمن. ولذلك تميزت الجنة عن الدنيا بأنها دار ليس فيها هم وليس فيها غم. قال تعالى في شأن الجنة: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أهل الجنة لا تتكدر خواطرهم أبدا، لا تصيب قلوبهم الهموم أبدا، لا تتكدر خواطرهم حتى بكلمة كاذبة، حتى بكلمة آثمة، كما قال رب العالمين: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. وكما قال رب العالمين في موضع آخر: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أهل الجنة طيبون، كلامهم طيب. نعم طيب، ما دمنا في هذه الدنيا دار الأكدار والهموم، وما دمنا قطعا سنصاب ببعض الهموم والأكدار، طيب كيف نقضي على الهموم؟ لما تصيب الهموم قلوبنا كيف نصنع؟ ماذا نفعل؟ كيف نقضي على الهموم؟ لكي نقضي على الهموم علينا أولا أن نتسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح. عايز قلبك يخلو من الهموم؟ عايز تقضي على همك؟ أيوة، أعمل إيه؟ لابد أن يمتلئ هذا القلب بالإيمان،
وتنشغل هذه الجوارح بالعمل الصالح، يبقى إيمان مقرون بالعمل الصالح. طيب لو انشغلنا بطاعة الله عز وجل ربنا هيسعدنا في الدنيا طبعا وفي الآخرة، ربنا هيقضي على همومنا طبعا، هكذا قال رب العالمين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قالش هعيشه عيشة طيبة، لا، حياة. وشتان بين لفظة عيشة ولفظة حياة، فلنحيينه حياة طيبة. بس احنا نعمل صالحا ونؤمن بالله عز وجل. أما إذا أعرضنا عن طاعة الله جاءنا الضنك، جاءنا الهم، جاءنا الضيق. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أخي ما تلاقيش في لغة العرب كلمة تعبر عن الزهق وتعبر عن الهم وتعبر عن الخنقة زي كلمة ضنك، حتى كده لها وقع قوي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن عودوا إلى الله، عودوا إلى طاعة الله، يقضي ربنا على همومكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال تعالى: ومن يرد، نفس الآية، أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شفت الخنقة؟ كأنما يصعد في السماء، وانت كل ما تطلع فوق بعد الغلاف الجوي مفيش هواء، مفيش أكسجين، ده إنسان كأن السماء انطبقت على صدره ويتنفس من سم الخياط. أظن ما فيش خنقة بعد الخنقة دي. نعم، المؤمن الذي يعمل بدينه يتلقى النعمة بالشكر ويتلقى البلية بالصبر، فيرتاح قلبه في كل حين وعلى كل حال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى أولا عشان نقضي على الهموم لابد أن نملأ القلوب بالإيمان ونشغل الجوارح بالعمل الصالح. ثانيا الدعاء. مش أنت عندك هم؟ ايه همك يعني؟ همي عندي واد عيان مش عارف اعالجه، انا شاب عندي النهارده 35 سنه مش عارف اتجوز، عندي هم، انا متجوز وعندي 4 5 6 عيال وعايشين في شقه اوضه وصاله مش لاقي مسكن واسع، عندي هم، انا مرتبي مش مكفيني يا شيخ والله، عندي هم، انا مش عارف ارضي والدي وارضي والدتي، دايما ساخطين عليا مع اني ابذل قصارى الجهد لارضائهم، اعمل ايه؟ كلنا عنده هم، كلنا عنده هموم. طب نعمل ايه؟ الدعاء. كاشف الكرب هو الله، الذي يزيل الهم هو الله، الذي يخرج من الضيق هو الله، يبقى نلجأ إلى الله عز وجل. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاللهم ربنا يا قريب اكشف هم المهمومين وفرج غم المغمومين واشرح صدور المسلمين واجعلنا ممن ترضى عنهم ويرضون عنك يا رب العالمين. ربنا قريب يا أخوانا، قريب منا. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ما حدش غير ربنا، أإله مع الله، فيش حد غير ربنا يقدر يعمل الكلام ده، يبقى نلجأ إلى الله عز وجل. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان إذا أصابه هم تضرع، لجأ إلى الله، رفع يديه إلى الله. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت، نفس الكلام ده نحفظه بقى،
الكلام اللي جاي ده مهم جدا، عايزين نحفظه وندعو الله به كثيرا. قال أنس: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. النبي كان بيقول: يا رب أعوذ بك من الهم، يستعيذ بالله من الهم، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بك يا رب لدفع شر الهم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الدعاء يا إخواني، ومن أعظم الأدعية لتفريج الهم دعاء تفريج الهم، اسمه كده دعاء تفريج الهم، احفظوا. وهذا الدعاء حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تعلمه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ولا غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال ابن مسعود: قيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة. الدعاء يا إخوانا احفظوا الدعاء ده، النبي قال ينبغي أنكم تحفظوه، احفظوه. وعند الكربات وعند الغموم والهموم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. الدعاء الدعاء داوموا الطرق على أبواب رحمة الله بالدعاء، وما دمتم تداومون الطرق لابد أن يفتح لكم، ولا بد أن يأتي الفرج ويأتي الخير. ذنون المصري وجد في صدره وحشة، والكلام سمعته من شيخنا الفاضل الشيخ الحويني رحمه الله في الدنيا والآخرة وأمد في عمره وبارك لنا فيه وفي عمره وفي علمه. يقول: خرج ذنون المصري وقد وجد في صدره وحشة، يقول: لا أجد قلبي، وإذ به يرى امرأة تفتح باب الدار وتخرج صغيرها وتغلق الباب في وجهه، أخذ الصغير يصرخ ويبكي ويطرق على الباب بكلتا يديه: افتحي يا أمي، افتحي يا أمي، لن أسخطك بعدها أبدا، افتحي لي، ولن أخالفك أبدا، افتحي لي، ويبكي. وبعد لحظات فتحت له أمه وأخذته في حضنها وقالت: يا صغيري، ألم أقل لك لا تفعل كذا وكذا وكذا؟ قال: لن أفعل بعدها. فأدخلته معها. هنا قفز ذنون وقال: وجدت قلبي، لا بد أن أداوم الطرق على أبواب رحمة الله، ولا بد أنه سيفتح لي، لأنه أرحم بنا من أمهاتنا. وطبعا فيش تشبيه هنا، ربنا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير جل جلاله. لكن خذوا العبرة، خذوا العظة
يبقى الدعاء يا عباد الله. أيضا كان من دعاء نبينا عند الهموم والغموم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كذا روى الترمذي في سننه وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قولوها دي عند الحزن، عند الهم، عند الغم، عند الكرب. كذا روى أبو داود في كتاب الأدب والحديث حسن صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إذا لهج العبد عند الهموم والغموم والأكدار بهذه الأدعية بقلب حاضر وبنية صادقة وباجتهاد في تحصيل أسباب الإجابة، حقق الله له قطعا رجاه، وتحول همه إلى فرح وإلى سرور، وتحول انقباض صدره إلى انشراح في صدره وإلى راحة في قلبه. عليكم بالدعاء يا عباد الله، إذا وقعت المصيبة، إذا جاءت النكبة، إذا جثمت على صدوركم الكارثة، قولوا يا رب يا الله. إذا أوصدت في وجوهكم كل الأبواب، داوموا الطرق على أبواب رحمة الله. إذا أسدلت في وجوهكم كل السطور، ارفعوا الأيدي إلى الله وقولوا يا رب أعطنا. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم، قولوا يا رب يا رب يا رب. يبقى حتى تنكشف الهموم والغموم، واحد علينا بالإيمان المقرون بالعمل الصالح، اثنين علينا أن نجتهد في الدعاء، ثلاثة علينا أن نعرف حقيقة الدنيا ولا نغفل أبدا عن الموت. المؤمن يعلم أن الدنيا فانية، متاعها قليل، لا تخلو من المنغصات والمكدرات أبدا، لا تصفو لأحد أبدا، إذا ما كست أو كست، إذا ما أينعت زهزهت كده نعت، إذا ما حلت أو حلت. اعرف حقيقة الدنيا تستريح، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لا تغفل عن الموت، تهون عليك مصائب كثيرة إذا تذكرت عندها الموت. ولذلك ربنا علمنا عند المصائب إن احنا نفتكر الموت فنقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الدنيا دار نصب ومشقة وأذى وعناء، ولذلك المؤمن يستريح إذا خرج منها على الخير، كما قال رسول الله، قال قتادة رضي الله عنه: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح من. واحد ميت شايلينه، قال ده إما مستريح أو مستراح من. قال الصحابة: وما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ اسمعوا دي مهمة جدا. قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، وأما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الإنسان الفاجر لما بيموت بيهلك كل شيء بيستريح منه، والإنسان المؤمن لما يموت يستريح من عناء الدنيا
لأنه يخرج إلى رحمة الله عز وجل. يبقى اعرف حقيقة الدنيا عشان تستريح. كذلك لكي نقضي على الهموم اجعلوا همكم الآخرة. أحمد بن حنبل يا سلام عليه، اللهم ارضى عنه يا رب. كان عنده نعل اشتراه لبيسا من 18 سنة. اشتراه لبيس يعني مستعمل. الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل اشترى جزمة مستعملة لبسها في رجليه بقالها 18 سنة. مل الإسكافي من رمها بين الحين والحين. كل جمعة يبعت ابنه بالنعل للإسكافي رمه. الإسكافي زهق فأعطى لولدي أحمد نعلا جديدا، قال له ده هدية مني للشيخ وريحونا يعني. فلما جاءه ولده بالنعل الجديدة جعلها أحمد أمامه ساعة، ثم أمر ولده بردها. قال ائتني بنعل القديمة. قال لما يا أبي؟ قال يا بني طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وشراب دون شراب، وما هي إلا أيام قليلة ونحن راحلون. الناس العواجيز يقول لك يا ابن البيوت قدام ما تزعلش. طب واحد عقليته بالشكل ده لو فاته حظ من حظوظ الدنيا يجي له غلطة؟ لو ضاع منه قرشين في البورصة يقتل مراته وعياله كما حصل من البعض؟ ده واحد همه الآخرة، واللي همه الآخرة ربنا يسعده، واللي همه الدنيا دايما خايب ومتعوس وخيب الرجاء. اسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الترمذي في السنن والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. طب ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، دايما شايف انه مفيش، ان اللي معاه ده ما يكفيش، يبقى عنده في ايده 100,000 جنيه. هي دي فلوس تجيب ايه دي؟ انا عايز عربية ب150,000، ب200,000، بربع مليون، بنص مليون، مش عيشة دي. طيب جاله 1,000,000 جنيه يعمل بيهم ايه دول؟ انا عايز ابني لي فيلا، وعايز شاليه في العجمي، وعايز فيلا في مارينا. ما يجيبوش حاجه. دول ايه 1,000,000 جنيه دول؟ ده فكه، دول الفكه النهارده. طب عنده 10,000,000 ولا حاجه. طب عنده مليار، مش شبعان. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، دايما متلخبط وحاله ضايع ومش سعيد. ولم ياته من الدنيا الا ما قسمه الله له. قال ابن القيم: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تحمل الله عنه كل حوائجه وحمل عنه كل همه. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه ملأ الله قلبه بالمنغصات والأكدار والهموم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك عنا خير يا فضيلة الشيخ، وربنا ينور قلبك بنور الإيمان يا رب. اللهم أمين. ويخليك لنا يا رب، ويخلي علمك للمسلمين جميعا يا رب. وإياك. أنا عايزة أتكلم عن الكرب. احنا في كرب شديد الحمد لله، ونحمد ربنا على كده. الله يفرج كرب. أنا عايزة أسألك سؤال يا شيخ. نعم. أخويا كان معمول له سحر، فعليه جن. والجن ده كان مسيحي، فأنا خليته أسلم، فقال كده ينبني ثواب. ودعي له بالشفاء يا شيخ، ودعي له بالهداية، وربنا ييسرها معانا، ودعي لنا ربنا يفك عنا الكرب اللي احنا فيها يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتصال يا شباب. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضل انت على الهوى. جزاك الله خيرا. او اتفضلي وجزاك. جزاك الله ونفع الله بك يا شيخ. اللهم امين.
أريد شيخ، أريد أن أسأل يعني عمن المرأة تكشف وجهها أمام من؟ أريد تفصيلا في المسألة يا شيخ. حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. وعليكم السلام. وقت التلفزيون يا أختي الكريمة واسمع من التلفون، تفضلي أنت على الهواء. لو سمحت يا شيخ مصعب. نعم. يعني حضرتك بتتكلم على الدعاء دلوقتي، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا الحمد لله ربنا رزقني ببنتين وولد. نعم. وأنا حامل دلوقتي ويعني وفي الشهر الثامن ويمكن عملت 6 أو 7 إشاعات وأكدوا لي إن هي بنت. نعم. بس أنا بدعي ربنا يعني إن ربنا يجعل ولد، هل ده يعتبر من عدم الرضا؟ والله أنا يعني يقيني بالإجابة كبير جدا. هو بس هو ده السبب اللي بيخليني أدعي، يعني إن أنا حاسة إن ربنا هيستجاب دعائي إن شاء الله. طيب حاضر. فهل يعني ده حرام إن أنا أستمر في الدعاء مع إنهم بيأكدوا لي إن هي بنت؟ بس أنا يعني بدعي ربنا كتير إنه ربنا يجعل ولد، هل ده عدم رضا؟ أو هل حرام يعني ما استمرش في الدعاء؟ طيب حاضر، تابع معايا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله في نعم. لو سمحت حضرتك كنت عايز اسأل حضرتك بعد اذنك سؤال. اتفضلي. انا كنت بكشف امبارح حضرتك في احدى العيادات لابني. نعم. واذن علي المغرب فانا كنت متوضية بفضل الله. بس انا منتقبة ولابسة النقاب وكده وفي ناس في العيادة، فانا ما اقدرش ان انا اقعد حضرتك بوش يعني اخلع النقاب، فقعدت على الكرسي كده وفي اتجاه القبلة وخلعت حذائي وقعدت صليت العشاء، عفوا المغرب الاول وبعدين العشاء برضو بنفس الهيئه كده وانا قاعده وبالنقاب وبالجوانتي وبنفس لبسي كده وانا قاعده. هل يجوز الصلاه؟ حاضر. وتصح، وخصوصا ان انا قلقانه ان انا في اخوات قلدوني وقعدوا نفس القعده بتاعتي وصلوا على اساس حضرتك المكان يعني. حاضر، اسمع جواب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ مسعود. الله يرضى عليك. والله يا شيخ أنا في كرب عظيم. أسأل الله أن يفرج كربك وكرب كل مكروب. والله يا شيخ أنا قصت يعني إني يعني بصلي فترة وبقطع فترة. نعم. وبدعي دعاء يعني والله حتى امبارح الله يجزاه إنه الله يثبتني على الصلاة وعلى الطاعة يعني، وحزين أقسم لك بالله العظيم إني حزين على هالوضع حال، فمن مش قادر أثبت مش قادر على الثبات يعني، يعني بدي جواب منك يعني بدي حل منك فيه، بدي طرق عملية اللي أمشي عليها وأثبت يعني على طاعة رب العالمين. حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. وفيك بارك. ارجو ارجو الدعاء. ربنا يرضى عنك. يا رب تبارك لي في اولادي، يا رب تدعي لي ابني، ربنا يبارك لي في اولاد. ربنا يجعلهم لك قرة عين في الدنيا والاخره. ويرضيك فيهم. اللهم امين، اللهم امين، نسالك الدعاء. حاضر. بارك الله فيك. وفيك بارك، جزاكم الله خير. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. استأنف يا شباب. طيب كفاية أسئلة نكمل إن شاء الله، ربنا يرضى عليكم. أقول من أسباب القضاء على الهموم أن تجعل الآخرة همك، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس، القناعة، الرضا. أي واحد فينا يصبح أو يمسي وهو آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، هذا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، هذا ملك من الملوك. يبقى اجعل الآخرة همك، يقضي ربنا على الكثير من همومك الدنيوية التافهة. أربعة، علشان ربنا عز وجل يقضي على همومنا أكثروا من الاستغفار. فعلا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الاستغفار يا أخوانا، أكثروا من الاستغفار، إذ أن الهموم من جملة البلاء، والبلاء في الغالب في الغالب لا ينزل إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة. استغفار. خمسة، الصلاة على النبي المختار،
اللي يكثر من الصلاة على النبي ربنا يقضي على همومه، يفرحه، يشرح صدره. يدل على هذا ما رواه الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. الثلث. قال: إن شئت، فإن زدت فهو خير لك. النصف. أجعل صلاتي كلها لك، يعني دعائي كله لك أنت. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكثر من الصلاة على النبي ربنا يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت، أنا مدام إيمان من الفيوم. أهلا وسهلا. لو سمحت والله فضلت الشيخ، أنا أسأل حضرتك كده في كم سؤال يعني بعدين. اتفضلي. أولا أنا يعني عندي ولدين الحمد لله. اه. وفي الصلاة مش يعني مش قادرة أن أنا إيه، مش عارفة أنا أقول لك إيه، يعني أنا بصلي وكل حاجة وجيراني وكل الناس معايا كويسين وكل حاجة، بس يعني بسرح كتير. ماشي. والولد الصغير عنده 6 سنين. نعم. وبدور على الخلفه يعني وكده، والدكاتره بيقولوا ما عندكش اي حاجه. هل دوت يا دكتور يعني يا استاذ يعني من ايه؟ يعني انا يعني انا بيني وبين ربنا الحمد لله ما فيش اي حاجه، وحاسه يعني ما بزعلش من حد، ما بزعلش حد مني. حاضر. اسمع الجواب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصعب، معلش عايز أسأل سؤال. تفضلي. ممكن سجدة السهو إن شاء الله يعني لما أسيب التشهد اللي في النص. نعم. ليها سجدة سهو صح؟ نعم صح. قبل التسليم. صح. طب وفي سجدة سهو بعد التسليم؟ هقولك. حاضر، تابع معي. طب معلش سؤال تاني. هاتي. أنا واحدة منتخبة يعني بمشي مع ناس مش ملتزمة يعني بيلبسوا وطرون، فاهم في حاجة يعني؟ حاضر. خلاص شيخ سلام عليك. اسمعك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طب نستأنف. بارك الله فيكم، يعني كفاية أسئلة، الله يرضى عليكم. كذا من أسباب القضاء على الهموم ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل، هل طابت الدنيا أصلا إلا بذكر الله عز وجل؟ هل طابت الدنيا إلا بذكره؟ هل طابت الآخرة إلا بعفوه؟ هل طابت الجنة إلا برؤيته؟ أحلى حاجة في الدنيا أنك تكون مع ربنا. أحلى حاجة في الدنيا أنك تذكر ربنا. أحلى حاجة في الدنيا أنك في وقت السرور والفرح وفي وقت الضيق والضنك برضو تكون مع ربنا. يعطيك النعمة فتحمد وتشكر، يبتليك بالنقمة فتصبر تذكره، إن لله وإن إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. الله حسبي يعني الله كافيني. أيوة، يبقى ذكر الله عز وجل. روى الإمام أحمد في مسنده قال طلحة بن عبيد الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله كربته وأشرق لونه. اللهم فرج عنا كربة الموت، واجعلنا ممن تشرق وجوههم عند الموت، واجعلنا من أصحاب الوجوه البيضاء بعد الموت، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طلحة بيقول لي سيدنا عمر: أنا سمعت النبي بيقول في كلمة الواحد لو قالها وهو بيموت ربنا يفرج عنه كربة الموت ووشه ينور، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها. فقال عمر: وهل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر النبي بها عمه عند موته؟ لا إله إلا الله. قال طلحة: هي والله، هي والله. إخواننا، أكثروا من ذكر الله عز وجل تنكشف همومكم، تفرج غمومكم،
يجعل ربكم لكم من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. كذا من أعظم أسباب القضاء على الهم الصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. روى أبو داود في سننه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ودائما غالبا وكثيرا ما كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ابن عباس كان في سفر، بلغه موت أخيه فنزل من على الدابة وصلى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: أنت ليه عملت كده؟ قال: امتثالا لأمر الله، ربنا قال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، دي مصيبة فأنا استعنت بالصلاة، ثم قلت ما أمرني به ربي عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده حال الناس الطيبين، لما يتضايق يقوم يتوضى ويصلي، مش يقعد على القهوة أو يجيبوه في الأفلام يروح القمارة ويقول للرجل صب لي عشان أنسى. يقول له: تنسى إيه؟ يقول له: والله ما أنا فاكر، عايز أنسى. تنسى إيه؟ يقول له: والله ما أنا فاكر. لا، أرحنا بالصلاة يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذا من أسباب القضاء على الهموم الشكوى لأهل العلم، لا على سبيل التسخط والتبرم على الله، لا، إنما على سبيل أنهم ينوروك، يعلموك ويفهموك تعمل إيه. وربنا أحالنا على أهل الذكر عندما قال في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذا من أسباب القضاء على الهموم شغل الفراغ، الفراغ ضياع. هل المسلم عنده حاجة اسمها مشكلة فراغ؟ ده كلام الناس الهيفة التافهة اللي ما عندهاش اهتمامات كبيرة، يقولك أنا الحياة كلها ملل، أعاني من الفراغ. فراغ إيه؟ الواجبات أكثر من الأوقات، اشغل فراغك، الفراغ ضياع. الفراغ يجعلك بين الحين والحين تسحب ملفات الماضي من أدراج الماضي وتقرأ ما فيها من هموم وغموم. فاضي بقى يفتكر بقى أبوه مات إمتى وحصل له من فترة إيه وصاحبه عمل فيه إيه ويوم إيه مراته قالت له إيه، ناس فاضية. الفراغ ده أشبه بالتعذيب البطيء. اشغل وقت فراغك، اشغله بإيه؟ بطاعة الله، بالقراءة في القرآن، بحفظ كتاب الله، بحفظ السنة، بمجالس العلم، بصلة الرحم، بعيادة المرضى. اشغل وقت فراغك. كذلك من أسباب القضاء على الهموم أن تفكر وتشكر. وهذا من كلام الدكتور عائض القرني، كلام رائع قوي في كتابه الماتع لا تحزن، الذي لم يكتب أحد مثله في موضوعه. يقول لك إيه؟ أيها المهموم بسبب ضيق الرزق، أيها المغموم من فوات الربح، تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت قدميك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عندك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هي مسألة سهلة أن تمشي على قدميك وقد بترت أقدام؟ هل هي مسألة هينة أن تعتمد على ساقيك وقد قطعت سوق؟ أحقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألم والمرض النوم من أعين الملايين؟ أهين أن تملأ معدتك من الطعام الشهي وأن تكرع الماء الطيب البارد وهناك من عكر عليه المرض طعامه وشرابه؟ عنده ملايين، ممنوع يأكل ده، ممنوع يأكل ده، وده لا، وده بقدر، وده انت ما شاء الله. تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، تفكر في عينيك وقد عافاك الله من العمى، انظر إلى جلدك وقد نجاك الله من البرص والجزام. أتريد في بصرك جبل أحد ذهبا وتعيش أعمى؟ أتريد في سمعك جبل أحد فضة وتعيش أصم؟ أتحب
أن نقايضك على يديك ورجليك بجبال من اللؤلؤ والياقوت؟ إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك مع الأسف لا تدري، تعيش مهموم ومغموم ومكروب ومحزون، وعندك الخبز الدافئ والماء البارد والنوم الهانئ والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولا تشكر ربك أبدا على الموجود، تنزعج لخسارة 1,000 أو 2,000 أو 10 أو 1,000,000، وعندك قناطير مقنطرة من النعم، عينين وسمع وأذن وقلب وكبد وأولاد وزوجة، تفكر في الموجود واشكر ربك عليه، يزيل ربك همك بسبب هموم الدنيا. ما مضى فات يومك يومك، تذكر أحزان الماضي بين الحين والحين حمق وجنون، عمال كل شوية افتكر، ما هو زبط وقالت له من سنة كذا وحصل لي من سنتين كذا، كل شوية يجيب كده من درج الزمن الماضي الأحزان والغموم ويقعد يعيش فيها تاني، هذا حمق وجنون وتبديد للحاضر. ملف الماضي يطوى ولا يروى، يدفن ولا يخرج، يغلق عليه أبدا ويحبس في زنزانة النسيان. ما مضى فات، لا الحزن يعيده ولا الغم سيصححه ولا الكدر سيأتي بعكسه، انسى بقى اللي فات، خلاص انسى بقى. أتريد أن ترد النهر إلى مصبه وتعيد الشمس إلى مطلعها وترجع اللبن إلى ثدي أمي المرأة بعدما خرج؟ استمتع بالحاضر، انسى هموم الماضي. يعني هل يضرك يا عبد الله إنك بالأمس أكلت الخبز الجاف الرديء وانت النهاردة بتأكل ألذ الطعام؟ بتفكر في اللي فات ليه؟ انسى بقى. هذا اليوم هل يضرك فيه خبز الأمس الجاف الرديء، الماء العكر وأنت تشرب الآن الماء العذب الزلال؟ اللي فات خلاص انتهى. الذي يعود لأحزان الماضي عامل زي واحد يطحن الدقيق وهو أصلا مطحون، ينشر نشارة الخشب وهي أصلا منشورة، هذا حمق وهذا جنون. قص الله علينا قصص الأمم الماضية ثم عقب بكلمة جميلة قال: تلك أمة قد خلت. قد خلت، خذ العبرة، خذ العظة وانتهى. عش يومك واترك المستقبل حتى يأتي، حتى يأتي. ناس كثير قوي 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 قاعدة في هم وغم عشان بكرة، خايف من بكرة، ما عرفش بكرة يحصل إيه، يا عم بكرة لسه ما جاش، قد يأتي وأنت تحت الأرض، وقد يأتيك وتمر منه بسلام. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اعتبر نفسك هتعيش يوم واحد، استمتع به، لا تبعثر نفسك بين آلام الماضي وهموم المستقبل، أنت في الحاضر، استمتع بالحاضر. يومك ده قسمه لساعات، وكل ساعة قسمها لدقائق، وكل دقيقة املها بعمل سنين. اترك المستقبل حتى يأتي، المستقبل بيننا وبينه جسر، قد نعبر هذا الجسر بسلام، وقد لا نصل أصلا إلى الجسر، وقد نركب الجسر وينهار بنا. هتعيش في هم ليه بقى؟ خليك في النهاردة، الله يرضى عليك. ثم من أعظم أسباب القضاء على الهموم الرضا بالقضاء والقدر. انت بس خليك على طاعة الله وسلم لربنا، قل يا رب انا عبدك، اجعلني في اي مكان شئت، المهم تكون راضي عني يا رب، اهم حاجة تكون راضي عني يا رب، واصنع فيما شئت، وعافيتك اوسع لي يا رب. مع النعم تشكر ومع النقم تصبر، ربنا حكيم ما بيغلطش، سلم امرك لله عز وجل. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، خلاص. ثم أيقن أن الله
يأتي باليسر بعد العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما نزلت قال النبي لن يغلب عسر يسرين أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك من كلام أهل العلم الجميل أو اللي يعجبني يقوله: بشر الليل الطويل المظلم بصبح يطارده على رؤوس الجبال، إن الحبل إذا اشتد واشتد واشتد أوشك أن ينقطع، إن ظلام الليل إذا حلولك واشتد واشتد أوشك الفجر أن ينبلج نوره، إن طلق الولادة إذا حمي أوشك الوليد أن يخرج إلى الدنيا. ضاقت ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. طرد رسول الله من مكة فأقام في المدينة أعظم دولة وفتح مكة. دخل يوسف السجن فكان طريقه إلى عرش مصر سجن مصر. جلد أحمد بن حنبل وسجن فخرج من السجن وهو إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كذا من أسباب القضاء على الهموم الإحسان إلى الغير. اسعد الناس ربنا يسعدك، حاول تكشف هموم الناس ربنا يكشف همك. أطعم جائعا، أعطي محروما، أنصر مظلوما، وزع البسمات على الناس. فعل الخير كالمسك، والمسك ينتفع به حامله ومبتاعه ومشتري وبائعه. اللي مش بيبيع ريحة ده هو منتفع، شايف من الريحة الحلوة، واللي بيبتاع منه منتفع، واللي جنبه منتفع. يبقى أحسن على الناس، فرج هموم الناس عشان ربنا عز وجل يفرج همومك. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. أخيرا ولعلكم تعجبون مما أقول، من ما يفرج الهم إنك تغير الأماكن. قال الأدباء قديما: ثلاثة يذهبن الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن. حتى جماعة الدكاترة أحيانا يقول للمريض: عايزك أنتوا بلدكوا إيه؟ يقول له: بلدنا كذا. يقول له: روح غير جو، اقعد في وسط الخضرة والهواء الطيب النظيف بعيد عن العادم السيارات وكذا. فعلا غير 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 حياتك، حاول تغير. ثلاثة يذهبن الحزن: الماء، تقعد كده في مكان فيه ماء طيب على شط بحر أو نيل، يكون مكان منضبط بضوابط الشرع. الماء والخضرة، مكان فيه خضرة وهواء نظيف وحاجة كده ما شاء الله تريح العين. والوجه الحسن يعني من الحلال الطيب. نعم. أخيرا التلبينة. ما هي التلبينة؟ شراب يشربه المحزون فيذهب بحزنه بنية صادقة. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي محمد، النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن ببعض الحزن. ايه التلبينة؟ شعير مجروش، شعير مجروش يضاف عليه عسل، وسمي التلبينة لأنك لما تحط العسل عليها وشوية مية كده تشبه اللبن. قال ابن حجر: والحزين يشربها حساء، يبقى زي العصير كده، والمريض يشربها طبخا تطبخ له على النار. ما الدليل؟ روى الإمام أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إن فلانا وجع لا يأكل الطعام يقول، يعني النبي: عليكم بالتلبينة فحسوه، يعني سؤاله فحسوه إياها، فوالذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه بالماء من الوسخ. وستنا عائشة كان إذا مات في أهلها ميت أمرت بالبرمة وطبخت التلبينة وأطعمت أهل المصاب
وتقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. هذه بعض الأسباب التي نقضي بها على الهموم. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين ويكشف غم المغمومين. وأنا أوصي الجميع بقراءة كتاب لا تحزن للدكتور عائد القرني، ورجل أنا لا أعرفه ولا يعرفني، لكن كتاب رائع رائع. وفي أيضا كتيب صغير للعلامة الشيخ المنجد اسمه أظن كيف نقضي على الهموم، أو اسم قريب من هذا، وقد أخذت المحاضرة أو جل الكلام من هذين الكتابين. أسأل الله عز وجل أن ينفع صاحبهما بهما في الدنيا والآخرة، آمين. أختي بتقول علي جن، أو أخوي علي جن، وأخوي كان علي جن وأنا في خليته يسلم وكذا. هل في الجن مسلمون ويهود ونصارى وكفار؟ أيوة فيهم، فيهم، هم طرائق قددة، فيهم القاسطون يعني الظالمون، فيهم الصالحون كما قالوا هم عن أنفسهم في سورة الجن. لكن أنا عايز أقول مش كل واحد بيزعم أنه مسحور والسحر ثابت بالقرآن والسنة، مش كل واحد بيزعم أنه مسحور أو عنده مشكلة يبقى عليه عمل أو مسحور، مش كل واحد بيزعم أنه عليه جن أو عليه سحر فهو بالفعل عليه جن أو عليه سحر. أنا أكاد أقول 99% من هؤلاء مرضى بمرض الوهم، مرضى بمرض الوهم. وأنا قلت في هذه القناة وفي غيرها وأكرر، لا تذهبوا لأحد الذي يشكو من مس أو لبس أو سحر أو كذا أو حسد، لا يذهب لأحد، لأن الحابل اختلط بالنابل، والنصب الآن أصبح كثير، والدجاجلة كثير كثير. طب ماذا أصنع؟ علينا بالصبر، علينا بالدعاء، علينا بالتوبة، علينا بالاجتهاد في الطاعة، علينا بأذكار الصباح والمساء، علينا بقراءة سورة البقرة في بيوتنا في كل 3 أيام، علينا أن نتصبح بسبع تمرات عجوة. والنبي قال فيما رواه البخاري: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. والدعاء والدعاء والدعاء، نقرأ المعوذتين في إيدينا ونمسح على جسمنا كل يوم. السليم والمبتلى يصنع هذا. أمام من تكشف المنتقبة وجهها؟ أمام الخاطب، الرجل لما يجي يخطبها تكشف وشها. 2، أمام القاضي إذا طلبها للشهادة تكشف الوجه. 3، أمام المريض، أمام الطبيب الرجل إذا ذهبت له عند الضرورة وكان الوجع في الوجه. وعموما الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه 3 رخص فيها أهل العلم. وطبعا أمام النساء حتى الكافرات لا بأس، عورة المرأة أمام المرأة من السرة وإلى الركبة. بنتي بتقول أنا عملت كشف يعني إشاعة سونار وقالوا هتجيبي بنت، وبعدين أقول يا رب اديني ولد، هل هذا سخط على الله؟ يا بنتي خيركم من بكر له بأنثى. ستنا مريم، أم مريم، تمنت ذكر، ربنا ادها أنثى أفضل من 1,000,000 ذكر. عموما علم الطب علم تجريبي، وكتير قوي من النساء قالوا لها جيبي عتريس وبعدين جابت بنت. بتقول لي أدعو، أدعو أكثر من الدعاء، لكن عايزك تسلمي على كل حال وتعرف ان الخير في اللي ربنا قضاه لك. انا بقى في مستشفى وقاعده صليت على الكرسي، لا هذه الصلاه لا تجوز، لا يجوز لك ان تصلي الفريضه قاعده مع القدره على القيام. اصلي منتقبه، لما تروحي صلي في البيت، وكان يجوز لك لو لقيتي مكان تصلي فيه بالنقاب اذا خفتي ان يطلع عليك الرجال. فطالما صليتي وانت قاعده مع القدره على القيام اعيد الصلاه، لان من اركان الصلاه القيام في كل ركعه، ولا يجلس إلا من عجز عن القيام. بصلي وأقطع، أعمل إيه؟ أكثر من الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اقرأ في فضائل الصلاة، اعرف حكم تارك الصلاة، صاحب الأخيار، صلي خلف إمام متقن يحسن القراءة ويقرأ بحضور قلب وخشوع. عندي ولدين وبعدين بسرح في الصلاة، صلي في جماعة، صلي في جماعة عشان ما تسرعيش في الصلاة. وإذا صرحتي فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وادفلي على شمالك 3 فلات. عندي ولدين وباخد أدوية وكده وببحث عن الإنجاب. يعني ده إيه يعني؟ هل هذا يعني سخط من ربنا؟ أبدا أبدا، ربنا ابتلى أنبياء بعدم الإنجاب، إلا هناك في آخر العمر ابتلى إبراهيم بهذا عليه السلام، ابتلى
زكريا بهذا عليه السلام. هذا ابتلاء، فاصبري يا أمة الله. وإذا كان في سبب موضوعي، سبب يعني من أسباب الطب تأخذين بها من أجل الإنجاب، فلا بأس، روحي وربنا يعني يهبك الذرية الصالحة الطيبة. تقول لي أنا منتقبة وزميلاتي يلبسن البنطلونات ويمشين متبرجات. المنتقبة تمشي مع امرأة تشبهها، الطيور على أشكالها تقع، المستترة تمشي مع المستترة، إنما مستترة ومشي مع واحدة لابسة بادي وستريتش وبنطلون إزاي بس؟ إزاي؟ طب يا شيخ أنا عايزة بس أدعوها إلى الله، ابعتيها بيتك وعودي معها في المسجد، إنما راحة وجاية معاها ما ينفعش يا أختي الكريمة. قال رسول الله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أسأل الله عز وجل أن يكشف كروبنا وهمومنا وغمومنا، وأن يملأ قلوبنا فرحة، وأن يشرح صدورنا، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأحد القادم إن شاء الله نبدأ سلسلة جديدة، فواظبوا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم، واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين.